مرحبا، معكم جانين من شركة AITS. بهيدا الفيديو حنتعلم شو هو Citect Anywhere Server وكيف بقدر استعمله. Citect Anywhere Server هو سيرفر بيخليني بعازته من حيالة تابلت، سيلفون أو بي سي بعازة الويب براوزر إني لقيت حيالة Citect Client. من وين بلاقيه لهيدا السيرفر؟ هيدا السيرفر بلاقيه بالسوفتوير سبورت تاع أفيفا. بقدر أعمل له داونلود من هون مثل ما نكون شايفين. تاني شي قبل ما بلش خليني أحكي شوي عن التوبولوجي. عندي أنا هون 2 ماشين. أول ماشين هو في عليها Citect Anywhere سيرفر مع Citect Client، وتاني ماشين هو أنا حعوزها كمثل ويب براوزر تقدر أنا أعمل أكسس على هيدا Citect Anywhere سيرفر. لكن من بعد ما أنا أكون عملت له داونلود وإنستول لهيدا السيرفر بيبين عندي بالستارت أب منيو تحت أفيفا Citect Anywhere سيرفر. فأنا فوت هون على الكونفيجريشن تاعه. في شغلتين كتير مهمين بدي أطلع فيهم. أول شيء بدي أتأكد إنه هيدا السيرفر رانينج وأكتف، والكوميونيكيشن تاعه البورت محدد هون. هيدا البورت باي ديفولت هو 8080، بس فيني غيره حسب حاجاتي الاي تي. فيني رجعه لل 8080 باني افقص ريستور تو ديفولتس. تاني شي لازم اتاكد منه انه انا عندي Citect Client رانينج اب اند رانينج. تاني شغله ضروري اتاكد منها انه هيدا البورت 8080 يلي حددته قبل هو معمل له اكسكلوجن من الفاير وول والانتي فايروس. فإذا بروح على الفاير وول سيتنجز أنا هون مثل ما نكون شايفين عاملة للفاير وول ديسابلينج كليا، يعني معطل كله. بس فيني أنا بالإنباوند والأوتباوند رولز إني حدد هيدا البورت إنه يكون اكسكلودد من الفاير وول. من بعد ما حددت هيدا الشيء بدي حدد الريموت سيتنجز على هيدا السيرفر إنه يكونوا أوبن. كيف بقدر أعمل هيدا الشيء؟ بدي روح على الكنترول بانل. فأنا بروح هون على الكنترول بانل، System and Security، بعدين System، وهون بروح على شيء اسمه Remote Settings. بدي أتأكد أول شيء إنه هيدي الماشين بتسمح بحدا يقدر يعمل عليها Connect من برا، فألاو Remote Connections to this computer. وبدي أتأكد إنه اليوزر يلي بدي استعمله تيقدر يلقط على هيدا السيرفر هو موجود ضمن لستة اليوزرز يلي هون. أنا هون بهيدا الديمو بدي استعمل الادمنستريتور كيوزر. تالت شغلة كتير مهمة بدي أعملها هي إني حدد الجروبس. يعني أنا هون بدي حدد هيدا الادمنستريتور يلي بده يعمل اكسس على هيدا السيرفر ضمن اي جروب. فانا الجروبات يلي موجوده عندي للي بتعمل تقدر تعمل اكسس على هيدا السيرفر هن 2. فبروح على الكمبيوتر مانجمنت هون، بروح على جروبس، بروح على يا اما عندي حل من الحلين يا اما VGCA control، يعني أنا هيدا الممبر بيقدر يعمل full control يا أما بس بيقدر يعمل view. أنا هلأ الادمنستريتور لكن ححطه ضمن هيدا الجروب تا يقدر يعمل monitoring وcontrol بنفس الوقت. كون أنا هيك انتهيت configuration للCitect server، هلأ بدي بلش لقط عليه من حيال الكلاينت. فأنا بروح على هيدي الماشين يلي هي الكلاينت، بروح على الانترنت اكسبلورر، بحط البي سي 2 يلي هو اسم الماشين للCitect Anywhere سيرفر، البورت 8080، وبفقس انتر. برجع بحط اليوزر نيم يلي استعملته وعملت له اد قبل بالسيرفر، وبحط الباسورد وبعمل كونكت. مثل ما شايفين هون انا صرت قادره فوت على Citect كلاينت من برا. فهيك أنا بهيدا الفيديو بكون تعلمت شو هو Citect Anywhere سيرفر وكيف بقدر استعمله. انطرونا بفيديوهات جديدة.